المباشر من وسط العاصمة الفرنسية باريس، وبالضبط من أمام كاتدرائية نوتردام التي لا زالت ألسنة اللهب تلتهب جزءا منها في داخل الكنيسة بعدما أن أدت إلى انهيار السقف وقبة هذه الكاتدرائية العتيقة هنا في باريس. انهيار هذه القبة والسقف بشكل كامل. يعني أخذنا هذه الزاوية لأن الشرطة الفرنسية تطوق المكان ولا تسمح لي يعني الزوار وأيضا المشائين والصحفيين من الاقتراب من هذا المكان مخافة حدوث انهيار جزء أو انهيار كامل لهذه الكاتدرائية التي بنيت في القرن 14 ميلادي ولا زالت تعتبر من أهم يعني المعالم التاريخية والحضارية لفرنسا. إذن ألسنة اللهب انطلقت قبل حوالي ثلاث ساعتين عفوا، يعني في حدود الساعة 7 مساء بتوقيت باريس، وبدأت في جزء من سقف وقبة هذه الكاتدرائية إلى أن انتشرت بقوة على في كل محيط سقف هذه الكاتدرائية وأدى إلى انهياره بالكامل قبل حوالي ساعة. لا زال هناك 400 عنصر من رجال الأطفاء الفرنسيين يحاولون السيطرة على هذا الحريق. لا أدري إذا كنتم ترون على هذه الصور، لا زالت بعض ألسنة اللهب تخترق السقف من حريق يحدث داخل هذه الكاتدرائية. إذا تخيلوا حجم هذا الحريق الذي تصل فيه ألسنة اللهب إلى أعلى هذه البناية التي تشتهر بها العاصمة الفرنسية وتقع في وسط وفي قلب العاصمة الفرنسية وفي سان ميشيل الشهير، حي سان ميشيل في المقاطعة الرابعة السياحية هنا في باريس. المستجدات لحد الآن هو أنه لحسن الحظ ليس هناك أي خسائر بشرية لحد الآن، ليس هناك لا جرحى ولا قتلى جراء هذا الحادث، وذلك ربما بفضل سرعة تدخل رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء الفرنسيين الذين بدأوا يعني بإخلاء مبنى الكاتدرائية وأيضا محيط هذه الكاتدرائية قبل الشروع في عملية محاولة إخماد هذه النيران. لكن هناك عدد كبير من رجال الأطفاء، قبل قليل كنا أمام يعني في جزء آخر من زاوية أخرى ورأينا بعض مصابيح رجال الأطفاء داخل الكنيسة، وهذا ربما ما يدل على وجود رجال الأطفاء داخل هذه الكاتدرائية في محاولة للسيطرة على الحريق الذي يشب داخل هذه الكنيسة. إذن ربما وليس من المستبعد حدوث يعني وسقوط جرحى خلال محاولة إخماد هذا الحريق الذي يبدو أنه من الصعب جدا السيطرة عليه، لأن يعني مصالح الإنقاذ الفرنسية استعملت كل التجهيزات وكل التدابير ولا زالت تقاوم هذا الحريق منذ أكثر من ساعتين ولم تنجح في السيطرة عليه بشكل كامل. إذن بدأ الحريق في مكان كان قد بدأ فيه بعض عمال الترميم على سقف هذه الكاتدرائية لمحاولة ترميم بعض الأجزاء من هذه الكاتدرائية القديمة، لكن المهندس المعماري المكلف بأعمال الترميم قال وصرح قبل قليل بأنه لم يكن هناك أي موظف وعامل ترميم في الوقت الذي نشب فيه هذا الحريق، وبالتالي فأسباب اشتعال هذا الحريق ليست معروفة لحد الآن بشكل دقيق. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بتأجيل وتأجيل إحدى مداخلاته على القناة الفرنسية الثانية الوطنية يعني بسبب ما حصل وما يحصل الآن خلفي في كاتدرائية نوتردام، وصرح بأنه سيأتي إلى هذا المكان ربما خلال الدقائق القليلة القادمة. الخسائر ليست هناك خسائر كما أشرت إلى ذلك في الجانب البشري، لكن هناك خسائر كبيرة جدا جدا في من الجانب المادي وأيضا المجال التاريخي والحضاري والأثري. هذه الكنيسة كانت تضم العديد بل الآلاف من التحف يعني المعمارية التاريخية الدينية التابعة الكاثوليكية كذلك، وربما تكون قد دمرت بالكامل. الأخبار الأكيدة لحد الآن هي أن جرس هذه الكنيسة قد سقط وانهار من مكانه، وربما قد أتلفت الكثير من يعني من التحف التي كانت توجد تحت هذا الجرس الضخم والذي يعني يزن أطنان من النحاس، وكذلك يعني قبة هذه الكنيسة هي الأخرى انهارت أمام عدسات بعض كاميرات وسائل الإعلام وأيضا كاميرات السواح والزوار انهارت تماما. يعني في الغالب ربما قد يستطيع بعض المشاهدون الدخول على الانترنت لكي يبحثون عن الصور الأصلية لهذه الكنيسة، ليست بهذا الشكل نهائيا بل تتميز بقبة خضراء كبيرة جدا تقع خلف هذه يعني هذه الصومعة، صومعة الكاتدرائية
اختفت بشكل كامل وكأنها لم تكن موجودة يوما في أعلى هذه الكاتدرائية التي بنيت في القرن 14 وبدأت أعمال بناء وتشييد هذه الكاتدرائية في القرن 12 ميلادي، يعني استغرقت تقريبا 200 سنة من الأعمال. كل هذه الأعمال اختفت الآن بعد ساعتين من النيران. الناطق الرسمي باسم رجال الأطفاء الفرنسيين يعني أعلن قبل تقريبا 20 دقيقة يعني عن خبر ربما مقلق، وهو إمكانية انهيار كاتدرائية نوتردام بشكل كامل أو انهيار جزء منها. لازالت هناك بعض، يعني نرى من هنا بعض الأعمدة التي كانت تستعمل في عملية الترميم، لازالت صامدة أمام النيران، ولكن من المرشح جدا أن تسقط، وربما سقوطها وانهيارها بفعل ذوبان يعني معدنها بفعل النيران قد يؤدي أيضا إلى انهيار جزء من هذه الكاتدرائية العجوزة التي توجد هنا منذ حوالي تقريبا 800 سنة، يعني إذا احتسبنا وقت التشييد ووقت الافتتاح. إذن كما ترون هناك عدد كبير جدا أيضا من يعني المواطنين الفرنسيون وأيضا السياح، لأن هذا الحي هو حي سياحي من الطراز الأول، يتوفر على الكثير من المرافق التاريخية والأثرية. هم الآن يعني لازالوا يقفون أمام هذا المنظر المهيب الحقيقة، يعني ربما الكاميرا يعني لا تستطيع نقل الأجواء كلها من زوايا مختلفة، لكن صراحة منظر احتراق هذه الكنيسة صراحة منظر مهيب ومخيف جدا هنا في باريس، إلى درجة أن يعني المستشفى الذي يبعد عن هذه الكاتدرائية بتقريبا 200 متر أغلق أبوابه وتم إخلاء كل الجرحى وكل يعني المرضى الذين كانوا يوجدون داخل هذا المستشفى، تم إخلاؤهم تحسبا ربما أو تخوفا من انهيار مبنى كاتدرائية نوتردام الفرنسية. هذه الكاتدرائية التي لا تلعب فقط دورا دينيا ومسيحيا بل أيضا دورا حضاريا، وكانت ربما اشتهرت في عالمنا العربي في قصة أو كتاب الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو نوتردام دو باري، هذا الكتاب الشهير الذي يتحدث عن قصص كثيرة جدا تحوم حول كنيسة نوتردام وأيضا باريس بصفة عامة. وربما لعشاق فيكتور هوغو إمكانية ربما تذكر هذه الكاتدرائية بفعل هذا الكتاب. إذن هي فعلا من وجوه فرنسا الشهيرة، عمدة باريس أن إيدالغو كتبت بأن جزءا من فرنسا يحترق في هذه الأثناء، كما يعني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذلك نشر تغريدة على تويتر يقول فيها بأنه من المؤسف أن جزءا من وطننا وقصتنا تحترق أو يحترق في هذه الأثناء. إذن 400 عنصر من عناصر الإطفاء، لا أدري إذا كنتم ترون ألسنة الماء، كذلك تواجه ألسنة اللهب في هذا الصراع الذي يدوم أكثر من ساعتين بين 400 عنصر من رجال الأطفاء وهذا اللهب والنار التي لا زالت تلتهب داخل وعمق هذه الكنيسة والكاتدرائية الشهيرة هنا في باريس. أيضا يعني من ربما ما زاد خطورة وسهل احتراق أجزاء أخرى من هذه الكاتدرائية هي أن الرياح اليوم كان في باريس كانت قوية جدا، وهذا ما ساعد أيضا على انتشار النيران في أجزاء واسعة من سقف وقبة هذه الكاتدرائية. إذن مشاهدينا الكرام نترككم مع هذه الصور التي تأتيكم مباشرة من أمام كاتدرائية نوتردام، والتي لازال جزء منها كما ترون يحترق، وكما ترون أيضا على هذه الصور مياه رجال الإطفاء تحاول الوصول والدخول إلى داخل الكنيسة لمواجهة الحريق الذي يشب داخل كنيسة نوتردام منذ ساعتين. سنتابع معكم تفاصيل هذا الخبر العاجل ونعود إليكم فورا توفر معلومات إضافية حول هذا الحريق الذي يشب في كاتدرائية نوتردام وسط باريس.